التي كلها موجودات في كل هذه المحشر بنور سيدنا وسندنا جناب احمد مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعياله واولاده واصحابه وازواجه وذرياته وخلفائه وسلاسله وجميع اولياء امته رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. روح باك من كنت معناه علي معناه انا مدينه باب العلوم امام المشارق والمغارب امير المؤمنين وامام المسلمين حضره سيدنا مولى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الشريف رضي الله عنه. وروح باك حضره خاطع حسن بصري رضي الله تعالى عنه. وروح باك حضره خاطع عبد الواحد بن زيد رحمه الله عليه. وروح باك حضره خاطع محمد فزيل بن عياز رحمه الله عليه. وروح باك حضره خاطع سلطان محمد ابراهيم بن اللهم رحمه الله عليه. وروح باك حضره خاطع صديق الدين ابو يوسف چشتي رحمه الله عليه. بروح باك حضره خواجه قطب الدين ودود چشتي رحمه الله عليه. بروح باك حضره خواجه علي شريف خندني چشتي رحمه الله عليه. بروح باك خواجه خاجان حضره خواجه عثمان هرمني چشتي رحمه الله عليه. بروح باك نائب رسول الله كل هند حبيب الله خواجه خاجان حضره خواجه سيد معين الدين حسن صدري ثم دميري چشتي غريب نواز من الولي عطاء رسول سلطان الهند رحمه الله. بروح باك شهيد المحبه حضره خواجه سيد قطب الدين وقطب الاخطار بختيار كاكي مرشد چشتي بلشتي دهلوي رحمه الله. بروح باك شيخ الاسلام والمسلمين عليكم المحبه شيخ العالم زوج الانبياء حضره خواجه بابا فريد الدين مسعود غنج شجر مجهود دليل چشتي پاکپتیر آمین. خصوص بالتخصيص بروح باك تاج المقدمين وزر ملة ربي سلطان المحبوبين ولكل فقراء والمساكين خواجه ناصرين امام الصديقين رحمة للعالمين حضرت سلطان المشايخ محبوب الهي جناب حضرت خواجه سيد نظام الدين محمد ابن حضرت خواجه سيد احمد ابن حضرت خواجه سيد علي البخاري والبدايوني والدهلوي چشتي مدري مشهدي رحمه الله. امين. وبروح حضرت خواجه امير خسرو چشتي نظامي دهلوي محمد قاسم عيس چشتي نظامي رحمه الله. وبروح حضرت والدين شريفين وابا والدات وقربا وسلاسل وحيد القدام وجميع مريدين وجميع معتقدين وجميع متوسلين الى حضره نظام الدين اولياء محبوب الهي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. ثواب الدروس سوره فاتحه ما اخلاص ثواب التكبيرات الله اكبر الله اكبر لا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے وسیلے سے اور آپ کے خاجگان سلاسل کے وزیر ذریعے سے یہ تمام ہدیات آپ کی نظر ہیں آپ کی بارگاہ پیش ہے قبول فرمائیں. آمین. یا محبوب الہی آپ کے اس سالانہ عرص مبارک میں آپ کی خدمت میں جتنے ہم لوگ حاضر ہیں حضرت اجمیر شریف کی درگاہ شریف کے صاحبزادگان حاضر ہیں. آمین. آپ کی درگاہ شریف کے صاحبزادگان حاضر ہیں. قطب صاحب بیرون شریف جنازگی شریف دیگر درگاہوں خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی بنگلہ دیشی زائرین افغانی زائرین دیگر ممالک کے زائرین عورتیں مرد بچے بوڑھے ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں
أبصرك حاضري محبوب فرحك. آمين. آمين. يا محبوب إلهي عبد دعاوك الحتاج يخشك. آمين. هم سب نگاهي كرم فرمك. آمين. هم سب کی دونوں جہاں میں خیر رہے. آمين. کیونکہ ہمارے بزرگ ساتھی ہمارے دوست انتقال فرما چکے ہیں ان سب کی مغفرت ہو. آمين. افضال نظامی صاحب کی خواجہ احمد نظامی صاحب کی مغفرت ہو. آمين. فردوس بلند اعلیٰ مقامات حاصل ہو. آمين. حضور پیرزادگان کی خیر رہے. پیرزادگان کی مشکلیں دور فرمائیے. پیرزادگان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائیے. پیرزادگان کے حقوق آپ کی بارگاہ میں تا قیامت قائم و دائم. آمين. جتنے غلام حاضر ہیں جتنے غلام حاضر نہیں ہو سکے حضور ہم سب کی خیر رہے ہو. آمین. ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائیے. آمین. ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. آمین. ہم سب کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائیے. آمین. بیماروں کو صحت سے سلامتی عطا. آمین. حضور مقدمے بازی میں جو گرفتار ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرمائیے. آمین. ہم سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے. آمین. ہندوستان میں سے نفرت کا خاتمہ فرمائیے. آمین. ہندوستان میں امن و امان فرمائیے. آمین. دنیا میں امن و امان پیدا فرمائیے. آمین. ہم سب کی خیر رہے حضور. آمین. آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو. آمین. جھولیاں بھر کر خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس. آمین. آمین. برحمتی کے یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.